من فترة قريبة جدا كنت بعمل مراجعة لموبايل شاومي ريدمي 9A. الموبايل ده كان ثمنه 1600 جنيه وقلت بالنص وانا بعمل مراجعة الموبايل ده يا سلام لو الموبايل كان يزيد بس 200 جنيه وتحط لي فيه بصمة، ما عنديش مشكلة زود 200 جنيه وحط لي فيه بصمة. الحقيقة شاومي ما كدبتش خبر، ثابت الموبايل ده موجود في الفئة بتاعت 1600 جنيه بينافس فيها وبقوة جدا، وعملت موبايل جديد اسمه ريدمي 9 بس المرة دي سي، ريدمي 9C مش ريدمي 9A. تمام، ريدمي 9C ده بقى نزل بزيادة بالظبط 170 جنيه او 177 جنيه ونزل في البصمة. والموبايل ده حاليا متوفر في السوق المصري بنسختين، النسخة الاولى 2 جيجا بايت رام مع 32 جيجا بايت ذاكرة داخلية ودي اللي سعرها 1777 جنيه، اما النسخة التانية ودي اللي انا برشحها بشدة فبتيجي ب 3 جيجا بايت رام مع 64 جيجا بايت ذاكرة داخلية، ودي ذاكرة داخلية ممتازة جدا في الفئة السعرية دي ونادر لما هتلاقيها، وسعر النسخة دي 2000 جنيه. وبما ان محور كلامي حاليا حوالين البصمة فتعالوا نبدأ بالبصمة. البصمة هنا حجمها صغير جدا، حجم المستشعر نفسه من ورا صغير جدا، فانت لو مش حاطط كفر على الموبايل مش هتقدر تعرف مكان البصمة بسهولة. حطيت بقى اصبعك نفسه على البصمة وصلت لها بسلام وكل حاجة، فوقتها هنا البصمة شغالة بشكل كويس جدا، سريعة ودايما بتتعرف على اصبعك. اما تصميم الموبايل فمبهر، مبهر في كل الحالات ما عدا حلقة واحدة بس، ان انت تشتري اللون الاسود اللي معايا ده، يعني اعمل اي حاجة الا ان انت تجيب اللون ده، اي لون تاني موجود من الموبايل ده يعني مثير جدا، من افضل التصميمات اللي ممكن تلاقيها في الفئة السعرية دي. الموبايل بالتأكيد مصنوع من البلاستيك وكل الموبايلات في الفئة السعرية دي مصنوعة من البولي كربونات او البلاستيك، فدي نقطة طبيعية جدا. ولو جينا نبص لوش الموبايل من قدام هنلاقي الشاشة اللي بتيجي بووتر دروب نوتش حجمه معقول جدا من فوق مع حافة سفلية حجمها كبير شوية، اما الشاشة نفسها فبتيجي بحجم 6.5 انش وطبعا دقة اتش دي بلس، وفي الفئة السعرية دي ده طبيعي جدا ومقبول جدا. الوان الشاشه معقوله، كمان السطوع تحت اشعه الشمس مميز جدا، كنت بقدر استخدمها تحت اشعه الشمس بدون اي مشاكل. وتعالوا نروح للنقطه اللي دايما بقول عليها ان هي ملعب بتاع شاومي، النقطه اللي دايما شاومي بتتميز فيها عن باقي المنافسين، وهي بالتاكيد نقطه الاداء. الموبايل هنا بيجي بمعالج من شركه ميديا تك، والمعالج هو هيليو جي 35. ال9A كان بيجي بهيليو جي 25، فهنا في تطوير. 9A كان بيجيب في حدود 85000 نقطه، لكن الموبايل هنا ال9C بيجيب في حدود 100000 نقطه على انتوتو بنش مارك. اما الاداء نفسه فزي ما بقول دايما في الفئه السعريه دي الاداء بشكل عام بيكون موجه لحد مستعد يصبر على الموبايل بتاعه مثلا نص ثانيه وهو بيفتح ابلكيشن معين، بس ده ما يمنعش ان هو مقارنه مع معظم الموبايلات اللي بتيجي في الفئه الاقتصاديه جدا دي الاداء يعتبر مميز. كمان الاداء هنا بيقدم لك فرصه ان انت تقدر تلعب عليه العاب تقيله، العاب مش دايما بتشتغل في الفئات السعريه دي، يعني على سبيل المثال بتقدر تلعب لعبه ببجي موبايل هنا، هو على اقل الاعدادات بس ستيل بتقدر تلعبها، ونفس الكلام هنا ينطبق على لعبه كول اوف ديوتي اللي هتقدر تلعبها على اقل اعدادات بس بشكل سلس اكتر شويه لان اللعبه نفسها اخف. فببساطه كده تجربه الاداء بالنسبه لي انا شخصيا ممكن ارشحها في كذا حاله، حاله والدي او والدتي، والدك او والدتك، الحاله الثانيه الناس اللي عايزه موبايل سبير للشغل الخاص بيها وخاصه لو اوبر وكريم ارشح جدا الموبايل ده، والحاله الاخيره ان انا شخصيا او اي حد عادي في اي فئه سعريه ممكن يقدر يستخدم الموبايل هنا بشكل طبيعي جدا، بس يكون بس عنده حته الصبر ان الابلكيشن زي ما قلت ياخد منه نص ثانيه او ثانيه وهو بيفتح وما يكونش متضايق. والموبايل هنا بيدعم تركيب شريحتين زائد كارت ذاكره خارجي، والناس في الفئه السعريه دي بتكون حابه جدا الميزه دي. والموبايل هنا بالتاكيد شغال باندرويد 10. تعالوا نروح للكاميرات. الموبايل هنا بيجي بثلاث كاميرات شكلهم لذيذ جدا بسبب شكل المربع، وده اللي محل شكل الموبايل عموما. الثلاث كاميرات فيهم كاميرا رئيسيه بتيجي ب 13 ميجا بكسل، والاثنين التانيين اللي هم ايه كاميرات بس تكميليه كده عشان الشكل، واحده فيهم بتيجي ب 2 ميجا بكسل عشان تصوير الماكرو والاجسام القريبه جدا من جسم الكاميرا، والثالثه برضو بتيجي ب 2 ميجا بكسل ودي عشان تساعد الكاميرا الاساسيه على العزل. وزي ما بقول دايما في الفئه السعريه دي احنا ما بنعملش يعني مراجعه مفصله للكاميرات لان في الاخر هي فئه اقتصاديه. فاقدر اقول لك ان الصور اللي طالعه من هنا لذيذه، بس لذيذه لانهي درجه؟ لذيذه للدرجه اللي تخليني اقول عليها ان هي من افضل الكاميرات اللي جربتها في الفئه السعريه دي عموما. بالنهار الكاميرا بتديك ديناميك رينج معقول جدا، مفيش اماكن كتير بتلسع، مفيش اماكن شادو بتقفل اكتر من اللازم، وفي الاضاءه المنخفضه دايما ما تستناش كتير من الكاميرات في الفئه السعريه دي. اما الكاميرا الاماميه فبتيجي ب 5 ميجا بكسل، وعجبني فيها جدا ان هي من الكاميرات اللي مفيش اماكن بتلسع فيها في الوش، ودي حاجه حتى في الفئات السعريه اللي اعلى من كده بكتير جدا بتحصل، لكن هنا الصور دايما الوش بيطلع سليم
حتى لو انت بتتصور في الشمس مفيش اماكن بتلسع، ودي نقطة كويسة جدا. كمان السكين تون او لون البشرة لذيذ جدا، وضيف على كده ان التفاصيل اللي طالعة من الكاميرا هنا معقولة جدا، فكاميرا امامية راضي عنها جدا في الفئة السعرية اللي نازل فيها الموبايل. تعالوا نروح للنقطة اللي الناس كتير جدا بتهتم بيها، وطبعا لازم اي حد يهتم بيها، وهي نقطة البطارية. الموبايل هنا بيجيب بطارية 5000 ملي امبير. شاومي من الشركات المميزة جدا في النقطة دي، تقريبا معظم الموبايلات اللي نزلت السنة دي من شاومي معظمها فوق ال 5000 ملي امبير، فدي نقطة كويسة جدا بتخليك مطمن جدا ان انت هتستخدم الموبايل والبطاريه مش هتخلص معاك قبل نهايه اليوم. وبالعكس لو انت استخدامك متوسط او اقل شويه البطاريه دي هتكمل معاك يوم ونص ويومين بشكل مرتاح جدا. لكن النقطه اللي ما حصلش عليها تطوير هو منفذ الشحن وسرعه الشحن. سرعه الشحن هنا 10 واط زي ما هي، ومنفذ الشحن مايكرو يو اس بي. كان نفسي جدا في تايب سي، ومش علشان اي حاجه، الفئه السعريه دي ما فيهاش تايب سي، بس شاومي هي اللي كانت دايما بتطمعنا في الفئه السعريه دي ان انا اخد تايب سي. طيب النقطه الثانيه بقى اللي تبان ان هي صغيره بس بتفرق مع الناس جدا، الجي بي اس، الشبكات، صوت السبيكر، صوت سماعه المكالمات. الموبايل ده انا كنت بستخدمه وانا في المصيف، ويعني اقدر اقول ان انا استخدمته استخدام تقيل، وكل النقط دي كانت شغاله معايا بشكل كويس جدا، فما فيش اي قلق منها. طيب الخلاصه بقى وبشكل سريع، في فئه ما تحت ال 2000 جنيه الموبايل ده مميز جدا على كل المستويات. هي نقطه واحده بس اللي عندي تحفظ عليها في كل الموبايل ده، ان انا كنت محتاج اشوف تايب سي مش اكتر من كده. لكن بقى باقي كل النقط الكتير اللي انا قاعد بتكلم عليها من ساعتها مميزه جدا في الموبايل ده. ففئه ما تحت ال 2000 جنيه بالتأكيد الموبايل ده ترشيح مميز جدا. وبس دي كانت كل حاجة في الفيديو ده، بس بالتأكيد لسه عندي أكتر بكتير جدا في الفيديوهات الجاية، فتأكد إن أنت لو مش عامل اشتراك نعمل اشتراك دلوقتي. أنت يعني وصلت معايا للآخر بقى، وممكن تتابعيني على فيسبوك، انستجرام، تيك توك، كل اللينكات دي موجودة تحت في الديسكريبشن، وكمان هسيب لكم مراجعة الريدمي 9A تحت في الديسكريبشن برضو. وكالعادة كان معاكم أحمد من مدحت، استنوني الفيديو الجاي. سلام.